السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. مساكم من سنة تالتة ابتدائي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هناخد مع بعض lesson 6 part 1 and 2. هناخد الدرس السادس، الجزء الأول والتاني، طبعا on unit 4 الوحدة الرابعة. النهارده ده اخر درس في الوحده الرابعه، وان شاء الله الفيديو الجاي هنبدا في يونت 5 باذن الرحمن، وهنزل لكم كل يوم فيديو عشان نلحق نخلص. عايزه على اخر شهر 12 نكون مقفلين المنهج ان شاء الله. فتعالوا نبدا ونقول بسم الله ونشوف الفيديو بتاعنا. اول حاجه العنوان اسمه ساينس، هناخد النهارده درس علوم بس بالانجليش. اسمه ايه؟ ناتشورال ريسورسز، اللي هي المصادر الطبيعيه. طيب نقرا بقى الكلمات مع بعض. بيقول لي ايه؟ how to make glass from sand، ازاي بنعمل الازاز من الرمله. هنبدا مع بعض ونقرا الكلمات. عندي كلمه رمال sand sand، طيب وعاء او اناء bowl bowl، الازاز اسمه glass او glass، هتلاقوها بالاتنين، متضخمه او متخففه كده بالامريكان اكسنت والبريتش اكسنت، فالاتنين صح. لما تقول جلاس هي جلاس، تمام. طيب يشكل شيب شيب، واحنا خدنا شيبس الاشكال الهندسيه، وشيب برضو يعني شكل هندسي، تيجي اسم وتيجي ايه فعل. طيب صحراء ديزرت ديزرت. طيب المواد الكيميائيه اسمها ايه؟ كيميكلز كيميكلز. السي اتش هنا مش هتديك تش، ده هتديك ك. يضع بوت بوت، سائل ليكويد ليكويد، تمام. يبقى how to make glass from sand، هنقرا الكلمات على السريع: sand bowl glass shape desert chemicals put liquid، تمام. طيب نشوف بقى الصفحة التانية مع بعض، ازاي بقى بيعملوا الازاز من الرملة. نقرب بقى الكاميرا، والعنوان بيقول ايه؟ natural resources in Egypt، ايه هي المصادر الطبيعية في مصر. بيقول ايه؟ read and trace. بيقول in Egypt في مصر، بيقول we have many natural resources، بيقول في مصر عندنا مصادر طبيعية كتيرة. زي ايه؟ اول حاجة بيقول لي sand الرمال is a natural resource، ده مصدر طبيعي. بيقول we can make glass from sand، ممكن نعمل ازاز من الرملة. طيب ازاي بقى يا مس؟ اول حاجة طبعا انت هتمشي على الكلمات دي. بيقول we take sand from the desert، اول حاجة بناخد الرمل دي من الصحراء. تاني حاجة we add chemicals to the sand، بنضيف بقى مواد كيميائية للرملة دي، تمام. طيب تالت حاجة بيقول then we put everything in a bowl، بعد كده بنحط كل حاجة في الايه؟ في وعاء كبير. بعد كده بيقول we melt the sand and chemicals to make a liquid، بعد كده بيدخلوها في فرن بقى كبير وبيدوبوا الرملة دي والمواد الكيميائية كلهم دول بيدوبوهم عشان يبقوا زي السائل كده زي المية. بعد كده مس بيقول then we shape the glass، بعدين بقى بيشكلوا الإزاز. وآخر حاجة بيقول we can make many things from glass، ممكن نعمل حاجات كتير جدا من الازاز، تمام. ده طريقة صنع الازاز من الرملة. تعالوا بقى نكمل الدرس. بيقول هنا look and match، هنقرأ ونوصل. انا عندي هنا اول حاجة الايرون اللي هو الحديد، او ايرون اور اللي هو خام الحديد، وتحت برضو الرمال اللي هي الساند. وعندي هنا كام شكل كده بيقول لي اللي مصنوعة من الحاجة دي وهنوصلها بيها. يعني اول حاجة عند الكوباية اللي هي الازاز دي اسمها glass، هنوصلها بالايه؟ بالساند طبعا، تمام. طيب بعد كده هنا الفورك الشوكة مصنوعة من الميتال المعدن، الكرسي برضو من الميتال، اللمبة هي ميت فيها جزء ميتال وفيها جزء بتاع ده glass، فاحنا هنوصلها الاكتر بيبقى ميتال. والبايسكل برضو ميتال، تمام. والشباك اللي هو بقى مشاور على الازاز هيبقى جلاس، والبوابة الحديد دي اخر حاجة هنوصلها بالايرون، تمام كده. طيب تعال بقى نشوف. بيقول لي
lesson 6 part 2 الدرس السادس بس الجزء الثاني. بيقول ايه natural resources in Egypt، بعد كده ايه المصادر الطبيعية الثانية الموجودة في مصر. بيقول لي اول حاجة كده بيقول لي another Egyptian natural resource is water، بيقول لي كمان في مصدر طبيعي تاني في مصر هو المية. طيب بنعمل ايه؟ بيقول لي farmers get water from the Nile، الفلاحين بيجيبوا المية دي منين؟ من نهر النيل اللي هو النايل. بعد كده بيقول farmers give water to the plants، بنعمل ايه بقى؟ بنسقي الزرع بالمية دي. ايه اللي بيحصل؟ بيقول لي vegetables need water to grow، الخضروات دي لازم محتاجة مية عشان ايه؟ عشان تكبر. طيب بعد كده بيقول we buy vegetables at the market، بعدين بقى احنا بنشتري الخضروات من الايه السوق. اخر حاجة بيقول then we eat vegetables، بعد كده بناكل الايه الخضار. تمام طيب نكمل مع بعض، الدرس جميل النهاردة وسهل مفهوش حاجة صعبة. هنا بقى هنحل activities على الدرسين 5 و6. عندي هنا كلمات وصور هنوصلها مع بعض. اول حاجة glass اللي هو الازاز هنكتب عنده number 1، بعد كده ده شكله وحش نعمله شكله جميل، بعد كده ميتال اللي هو المعدن اللي هي المعلقة، وبعد كده روك اللي هي الصخرة هتبقى 3. أبعد لكم الكاميرا شوي. طيب وآخر حاجة الساند اللي هي الرمال هتبقى 4. تمام كده. طيب هنا جايب 4 كلمات، بيقول لي كلمة بايكس ايرون اور ساند ميلت، اول حاجة بيقول لي وي اد كيميكلز تو ذا، احنا بنضيف المادة الكيميائية على الايه الساند الرمال. تمام بعد كده هنا بيقول لي is a natural resource، ايه هو ده؟ ده خام الحديد يبقى iron ore. تمام بعد كده بيقول لي our نقط are made of metal، طبعا ده عجل هيبقى bicase. واخر حاجة هنا بيقول we take iron ore from the rock and not it، بناخد الحديد من الصخور وبعدين ايه ندوبه. تمام تعالوا نشوف باقي الدرس. الصفحة دي enjoy and learn هنقرأ ونلون. اول حاجة كده بيقول لي there is a lamp next to the coach، هترسم هنا لمبة. تمام انا مش عارفة تترسم ازاي، انا سيئة جدا في الرسم، سيئة اعوذ بالله من رسمي. مش عارفة شكلها بقى كده طلع شكلها، يلا ما علينا انتوا رسموها. بعد كده بيقول لي there is a book on the table، في كتاب على الترابيزة، نرسم كتاب. اهو الى حد ما ده كتاب. تمام يعني في كتاب على الترابيزة. هنا بقى بيقول there is a television behind the armchair، في تلفزيون ورا الارمتشير، نرسمه كده وهكذا. تمام طيب بعد كده الصورة الأخيرة بيقول لي there is a cupboard between the armchairs، طبعا هنا هترسم كرسي بذراع وهنا كرسي بذراع، أنا ما بعرفش أرسمه فهنعديها. طيب الناحية التانية بقى هنا بيقول لي test your skills، عندي أول حاجة بيقول إيه what are you doing، ماذا تفعل؟ أرد عليه أقول له no I don't know ولا I am looking for my math book، يبقى هقول له أنا بدور على كتاب الرياضة. تمام بعد كده بيقول لي which word is correct، she can know the vegetables، هنعمل ايه للخضروات cut ولا sweep، طبعا هتبقى cut. اخر حاجة بيقول لي copy، هنكتب بخط جميل I make my bed يعني برتب سريري. هنا بقى بيقول لي spelling test، بيقول لي هنا اول حاجة ترابيزة table، بعد كده كنبة couch دولاب cupboard ساعة حائط clock لمبة lamp ويطعم القطة feed the cat وبعدين يكنس الأرض sweep the floor، طبعا sweep هنا غلط هتبقى كده و the floor عادية وهنا لحية يعني bird. تمام طيب هنا بقى في مراجعة سريعة كده على unit 4 يا سنة تالتة، عندي دولاب يعني cupboard كنبة couch تمام لمبة لامب تلفزيون تلفزيون كرسي بزراع armchair ترابيزة تيبل ساعة هاند كلوك خزانة كتب بوكيس وكرسي تشير. الناحية التانية بقى الفونيكس، كان عندي صوتيات اللي هي الاي اي ار وبعدين اي
A R زي pear chair hair و bird و ear. بعد كده اللانجوج بقى القاعدة، لما كنا بنقول هو فين كنا بنقول كنا بنقول ايه اللي موجود في غرفة النوم ومش عارفة غرفة المعيشة وكده، فبيقول what's in your living room اللي موجود في غرفة المعيشة، بنقول ردت عليه وقالت له there is a cupboard next to the couch في دولاب جنب الايه الكنبة. تمام، هنا بقى كنا بناخد الساينس الدرس العلوم كان على المعادن والناتشورال ريسورسز المصادر الطبيعية. بيقول هنا nails are made of metal، بيقول لي ان المسامير مصنوعة من المعدن، glass is made of sand، الازاز مصنوع من الرملة، وهو اخر حاجة بيقول لي farmers get water from the Nile، المزارعين بيحصلوا على المية من الايه من النيل. هنا building sentence اللي هو القص واللزق في الصفحة دي مش عايزينها في حاجة. نيجي هنا بقى للاكتيفيتي على الدرس الوحدة الرابعة. اول حاجة كده بيقول listen and write the missing sound. هنكتب احنا الحروف الناقصة. هنا طبعا شعر hair فهتبقى A-I-R، هنا اذن ear، كرسي chair، واللحية اسمها beard. تمام، طيب هنا بقى هنكمل الكلمات الناقصة. بيقول ايه what's in your not room هتبقى طبعا living، وهنا بيقول there is a cupboard نقط 2 اللي جراته تبقى next. تمام، يبقى كيتشن مش هنختارها. هنا هنوصل بيقول I can't وبعدين bikes العجل، the lamp is next و water. طيب خلينا في السهل، هنا بيقول لي the lamp is next، next جراها 2، فين البدأة بال 2؟ اهي مس. تمام، يبقى احنا خلاص خلنا دي I can't انا لا استطيع عن ايه. طيب تجيب وراها فعل في المصدر، فين الفعل في دول؟ find اهي my math book، قالوا انا مش لاقي كتاب الرياضة. بعد كده bikes العجل جمع بقى فهتاخد ايه are، يبقى دي 2. طيب المية بقى natural resource or from the Nile، المية مصدر طبيعي نبقى دي 4. تمام كده، طيب تعالوا نشوف الصفحة اللي وراها. هنا جايب اربع كلمات واحنا هنحطهم مكان النقط. عندي 4 يعني 4، 15 15 ايرون الحديد، وبيد يعني سرير. بيقول I make my bed بيرتب السرير. تمام، نشطب عليها. هنا بقى 24 divided by 6 equals، بيقول لي ال 24 لو قسمناها على 6 هتساوي ايه 4 4. تمام، بعد كده 3 times 5 equals، بيقول لي 3 في 5 هتبقى ايه 15 15. هنا بقى خام الحديد iron زي iron man اللي انتوا بتسمعوه. هنا هنعمل دايرة على الكلمة الصحيحة، عندي هنا سكينة يعني نايف مش نيل، هنا armchair ولا couch هتبقى armchair، هنا cupboard ولا table هتبقى cupboard، و chair ولا spoon لا ملعقة spoon. هنرتب هنا الحروف الناقصة، الحروف المتلخبطة. هنا خزنة الكتب اسمها ايه book case. تمام، طيب بعد كده لمبة lamp، وهنا ساعة حائط يعني clock. تمام كده، طيب نشوف بقى الصفحة اللي جنبها. عايزك تحط هنا صح وغلط في قصاد الجمل. بيقول لي ايه there is a television next to the armchairs، بيقول لي في تلفزيون بين الكرسيين، يبقى صح كده. تمام، طيب بعد كده I sweep the floor هو بيكنس الأرض، لا يبقى نحط كروس. هنا farmers get water from the Nile، بيقول ان المزارعين بيحصلوا على المية من النيل، اه صح جدا. تمام، طيب هنا بقى عايزك تعمل جملة، هنقول له ايه؟ ممكن نقول له في كرسي جنب الترابيزة، فهقول له ايه there is an armchair بجوار يعني next to the table،
يعني في كرسي بسرعة جنب الترابيزة. هنا بقى عايزين نقول 5 × 4 بتساوي 20، هكتبها لكم هنا هي عشان تبان. 5 times يعني في، واربعة يعني 4، 5 × 4 is، وبعدين اكتب 20 تمام، وحط ايه نقطة. هنا بقى بيقول لك بنكتويشن يا باشا، هنبدأ هنا بشي، لازم الاس تبقى كابيتال، واكمل باقي وفي الاخر احط ايه نقطة تمام، الباقي كله ينزل زي ما هو تمام. بيقول لي she likes feeding the cat, sweeping the floor. طيب ما بين feeding the cat و sweep the floor هتحط لي كومة كده من تحت تمام. طيب اخر حاجة بقى بيقول لي كوبي، هنكتب بخط جميل what are you doing، يعني ماذا تفعل تمام. خلصت كده يونت 4، ان شاء الله بكره هنزل لكم اول درس في يونت 5 هي سنه ثالثه، واشوفكم بقى على خير في فيديو جديد، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.